اللي موجود بهذه الكرتونة هو أرخص لابتوب بالعراق، ممتاز جدا لطلاب الجامعات وأصحاب الدخل المحدود اللي يدورون على لابتوب بسعر مناسب، راح تنصدمون بيه بنهاية المقطع. أبرز مواصفات هذا اللابتوب هي المعالج الانتل كور اي 3 من الجيل العاشر ورامات 8 وتخزين 256 من نوع الاس اس دي، اللي هو شيء مستحيل يكون موجود على لابتوب بهذا السعر. طيب ايش قد السعر؟ سعر هذا اللابتوب هو 300 دولار، بالعراق يطلع تقريبا 450 الف. هذا هو ارخص لابتوب ممكن تلقاه بالعراق جديد وافضل لابتوب بسعر مناسب. هذا المعالج وهذا الرام وهذا التخزين من نوع الاس اس دي ما موجود على اي لابتوب ثاني بهذه الفئه السعريه، تلقاها على لابتوبات اسعارها 500 دولار واكثر، بس لابتوب ب 300 دولار مستحيل تلقى هذا الشيء.